فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يحصل اختلاف بين بعض الشباب في حكم تارك الصلاة، ثم يرمي من كفر التارك يرمي من لم يكفر بأنه مرجع، والآخر يرمي الآخر بأنه من الخوارج، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ هذا لا يجوز، لا يجوز التراشق بالتهم. يقول مخطئ مثلا: أنت يا أخي تراك مخطئ، ترى هذا ما يجوز، أو ما أشبه ذلك. أما التراشق بالإرجاء والخروج هذا لا يجوز فينا. نعم، هم إخوان ولو أخطأ بعضهم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.